هنا يأتون كم يوم ويروحون، بس الأمل باقي في داخل أعماقي، واللي بقوله بس ليت اللقى مضمون. قلت الله كريم عين قفل باب التفاؤل والأمل، بإحساسكم حسيت والله العظيم أنا هنا وأحاول ألم الشمل، وإذا ما تم الوصل قلت الله كريم ما ينقفل باب التفاؤل والأمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير جميعا في ثاني حلقة من فقرة زوارة في برنامج حياتك. وبداية نقول كل عام وكل عام أهل الكويت والكويت بخير، ونقول لهم مثل ما قال الملك فهد رحمة الله عليه، الكويت السعودية والكويت بلد واحد، نعيش سواء أو ننتهي سواء، والله يديم الأمن والأمان علينا والله يديم أفراحكم. السلام عليكم يا شباب، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. شلونكم جميع؟ عساكم طيبين. صحة وسلامة إن شاء الله. الله يطول عمرك يا محسن. أرحب يا الغالي ولد الغالي. الله يطول عمرك يا أبو منصور، وكيف الحال جميع؟ عساكم بخير. الله يبشرك طيبين. عساكم طيبين. طيبين طال عمرك. نتمنى إن شاء الله أنكم اشتقتوا لي المرة هذه. أي والله. نقول إن شاء الله. أي والله. ثقيل لك. أبو فلا عندي طلب. تامرني طالما ما يمنع اقدر، طلبت منك الحلقه السابقه وضاجت المشاكل فيه، ابيك تعد البيتين اللي حقك تعدها عد من الصوت. الله يطول عمرك. طبعا يوم طريت البيتين، هذه البيتين اداء فلاح المسردي والمعروف لا يعرف، نوجه له تحيه وشكر. والشاره الثانيه بعد من اداء اخوي مقرن الشواطي وكلمات عبد الرحمن بن صايم الحبابي، نوجه لهم الشكر والتحيه. باحساسكم حسيت والله العظيم انا هنا واحاول الم الشمل، واذا ما تم الوصل قلت الله كريم ما ينقفل باب التفاؤل والامل. رضيت ابو منصور؟ الله يطول اعماركم. اليوم معنا متسابق متالق متميز خلوق، الكلام في المتسابق واجد، لكن انا بترك لكم التخمين، من تتوقعون معنا اليوم؟ عبد الاله اليحيى. عبد الاله، انتم يما معكم جوالات ولا انا غلطان؟ ان شاء الله عليكم بالاختيارات. حسن الدوسري. تفضل يا حسن. حسن تروح غرفة العزلة. حسن نعم. بإحساسكم حسيت والله. يلا بالخير يا حسن. يا هلا والله وسهلا. كيف الحال طال عمرك؟ حبيبي بخير. شلون الصحة؟ الله يسعدك. ما شاء الله تبارك الله، تواجد جميل وأخلاق أجمل، وأتمنى لك إن شاء الله مستقبل زاهر بإذن الواحد الأحد. آمين. الله يسعدك. حسن تعرفني على نفسك وأنا أعرفك، لكن تعرفني أكثر، أبي عمرك واسمك الثلاثي. أخوك حسن الدوسري. ونعم. من المنطقة الشرقية، منشد، أحب جميع الأمور الصوتية اللي فيها سواء شيلات أو أناشيد، وحتى ممكن مثل ما سمع البعض اللي هي شارات أفلام الكرتون على سبيل المثال، يعني شيء يربطك بالماضي الجميل والقديم. ما شاء الله تبارك الله، وأنت يا حسن إن شاء الله مبدع. واليوم أنا يعني أهل الشرقية تعرف لهم علاقة غير معي، أتمنى لك التوفيق. مثل ما أنت عارف الفقرة وطريقتها، الفقرة للتنوية بس عشان نعرف عليها أكثر، والأهداف منها هي الأهداف منها نشوف مدى يعني قربك من تفاصيل أهلك، يعني وأنت إن شاء الله قريب، بس تفاصيل أهلك أو أصدقائك اللي زايرينك أو من كان اللي زايرك. والله إحنا قريبين بس إن بعض التفاصيل يعني إحنا نشوف قدراتكم هي، ونحاول نلم الشمل، ونتمنى أنك تقابلهم بإذن الواحد الأحد. حسن، ما توقع موجود معي اليوم أو من تتمنى أنه موجود معي اليوم؟ طبعاً أنا للأمانة ما في ولا واحد في أهلي في فرق بينهم، والله كلهم أحبهم بمستوى واحد، ما يفرقون عندي، ولكن في بعض الأشياء تختلف بشكل بسيط جداً،
أخوي وحبيبي رائد يعني لي الشيء الكثير، وأختي الصغيرة يعني أكيد جنان حبيبتي. نقول أنا الصوت عندي هنا شوي منخفض، بخليهم يرفعونه عشان أسمع زين ولا يهنون الشباب اللي معي. أختصر لك التوقعات هذه كلها وبنحط عليهم الكاميرا. موجود أربعة من عائلتك اليوم متواجدين معنا، بتشوف ثلاثة منهم وبعلمك من الرابع. خليك معي على ال، عرفني عليهم يا حسن ولا تهون. من اليمين، من اليمين حبيبي رائد، ترفعوا لي صوت يا شباب. من اليمين حبيبك رائد، ومن اليسار أحبي شيخة البنات كلهم جنان. جنان الله يخليها ويصلحها. الثالث حبيبي المصور الجميل عبد الله. يا مرحبا بهم جميع، ومتشرفين بتواجدهم اليوم معنا، وإن شاء الله نفال خير بإذن الواحد الأحد. جاهز يا حسن؟ يا رب. فالك التوفيق. حسن قبل لا نبدأ أبي أسألك عن الغربة، بعيد عن الأسئلة يعني، سؤال شخصي بيني وبينك. عن الغربة؟ أي نعم. الغربة بأي شكل، في سواء في تواجد، يعني أبي أتوقع أنت ما اغتربت في حياتك إلا مرتين. مرة في نجران، وهي ما تعتبر غربة، أنا أتكلم بعيدا عن منطقتك اللي أنت فيها وبعيدا عن أهلك. أنا في وجهة نظري اللي يبعد عن أهله مهما كان البعد لو كان يعني قريب جدا تعتبر غربة. فأنت كنت في نجران وكنت في الحسا للدراسة وللعمل. أبي تجربتك مع الغربة. على العكس، أنا إنسان أحب أجرب وأغامر كثير، ما تفرق معي، بس إن دائما النقطة الفارقة بالنسبة لي أو المهمة اللي هي أهلي وطريقة التواصل معهم، هذه هي النقطة اللي دائما تكسرني يعني. أما غيره ما أحاتي أي شيء من طريقة أو التعايش أو الأفكار أو الثقافات أبدا. على العكس، أحب أطلع وأسافر عشان أتعرف على كثير من الثقافات. هو أكيد أنه الثقافات والناس يعني هم الناس اللي بتقابلهم هم أهلك، يعني سواء في نجران أو في الحساء أو في جميع مناطق المملكة أو في دول الخليج هم أهلنا وناسنا. لكن الغربة من الأهل بعض الأحيان تسبب فجوة أو أثر، أو أنها تغيرك للأفضل أو احتمال بعض الأحيان للأسوأ. ما نطول. أنا للأمانة محمود اللي ما تغيرني إلا زيادة شوق ومحبة لهم أكثر وأكثر، والله العظيم ما تغيرني، ما أعتقد للأفضل. وجودي معاهم هو فعلا الوقود اللي قاعد أشتغل عليه في هالحياة. جميل جميل. أنشد حسن شيء الغرباء، يحفظ شيء أيام الغربة كان يردد دائم. أي كان فيه اللي يقول أعاني بالفراق يسا وأذكركم صباح مساء، أعاني بالفراق يسا وأذكركم صباح مساء، وبه من لوعة الأشواق ما هد المنى وقسى. جميل جدا، صوت جميل وشخص أجمل يا حسن. نبتدي وأتمنى أنك جاهز، نتوكل على الله يا رب. السؤال الأول يا حسن، إن شاء الله يا الأسئلة تكون مختلفة تماما. الأسئلة مثل ما قلت أنا في الحلقة الأولى، الأسئلة ما لمحمد فلاح فيها أي علاقة، الأسئلة ما أستلمها إلا قبل لا أجلس على الكرسي هذا. حتى والله أني بعض الأحيان أخطي حتى في نطقها لأني ماني متعود عليها أو ما قرأت هذا الأحراء. لا الآن نبدأ بالسؤال الأول. متى ولدت أختك رغد؟ أختي رغد؟ أختك رغد. أبي إجابة واضحة، أبيك تركز يا حسن وتكون معي، والأمور إن شاء الله كلها طيبة. في أي عام يعني؟ نعم، متى ولدت أختك رغد؟ يا حسن حسن يا حسن. طيب طبعا انا بيها بالسنه وبالشهر يا حسن. لا بالسنه، اتفقنا على السنه محمد. اتفقنا على سنه؟ ايه انا اتفقت معك كذا.
قلت لي وراس. السنن وراس حبيبي تم. الله يسلمك تم جل الغلط هذا غلطي يعني. لا ابد خير ان شاء الله. طيب يا حسن تعطيني الاجابه لاني لازم اخذ الاجابه الان. وعشرين ثلاثة وعشرين. طيب عطني إجابة ثابتة ورقم معين. طبعا دائما في التاريخ أو في السنوات من وإلى المدة فما أقدر أحدد لك اللي هو مدة معين من 22 إلى 23. عطني سنة واحدة كذا ولا كذا. حسن الوقت بدأ يروح يا حسن وبي خلنا نقول 21 ويا رب. كلام أخير يا حسن. نعتمدها يا حسن. نشوف الإجابة على الشاشة. إجابة خاطئة يا حسن و ما يعيقك. بقى عندنا تقريبا 10 اسئله بقى 9 اسئله بعد السؤال هذا وبقيت عندك الفرصه. اتمنى انك تركز وتهدي وتفاعل بخير وان شاء الله الامور طيبه. السؤال الثاني يا حسن كم سنه بين خالك الاكبر وبين الوالده؟ حسن انا قلت لك ان الوالده موجوده ولا لا؟ لا الوالده موجوده يا حسن. الله يطول عمرها واكيد انك مشتاق تقابل الوالده ولا لا يا حسن؟ زدت الحمل اكثر واكثر. اطلب منك طلب. قول. امي يا نبع الحنان انا ترى في الحفظ مش ولا بد. ولا امي كما هواها اللي تبي. أمي كم أهواها أشتاق لمرحاها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع حنان أمي هبة الرحمن والروح كذا الريحان أتعطر بشذاها. أمي كم أهواها أشتاق لمرحاها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي أغلى الحور يبدو بالوجه النور. أمي فرح وحضور وضياء يغشاها. إن شاء الله أنك تشوفها وتقابلها اليوم والله يطول عمرها ويخليها لك يا بإذن الله. حسن الجواب يا حسن كم سنة بين الوالدة وبين أخوها الكبير؟ بين خالك الأكبر وبين أمك. كم عدد خوالك؟ سبعة تقريبا. الله يخليهم لك. طيب يا حسن كم بين الوالدة؟ كم سنة بين خالك الأكبر وبين أمك؟ طيب لو يكون في لو مثلا الإجابة تكون قريبة ولا لازم؟ الإجابة لازم رقم. هذا أعذرني يا حسن لكن هذه المسابقة وطريقتها وأتوقع أنك متفهم. حسن لازم أخذ إجابة منك الآن. 10 سنوات. أدري. كلام أخير. عشر سنوات. هاي حسن 10 سنوات. عطونا الجهاب يا كترة. حسن ما زلت أقول بقى فرصة. بقى فرصة يا حسن. وش كان تخصص هذا السؤال الثالث يا حسن؟ وش كان تخصص أخوك عبد الله قبل أصول الدين؟ عبد الله كان عنده تخصص قبل
انا ما ابي يعني، لكن اشوف انه السؤال انه سهل بحكم انك قريب من عبد الله. دراسات اسلاميه؟ دراسات الاسلاميه هو كان سنه تحضيريه بعدها. طيب ايش شوف الاجابه؟ كنترول. اجابه صحيحه. استاهل. روق يا حسن، نبيك تبتسم، بقى الفرصه باذن الواحد راحت قدامك. طيب يا حسن، الله، في اي عام تخرج اخوك رائد وكم كان معدله؟ معدله كيف بجيب المعدل بالله محمد؟ العام ممكن والله حتى العام ماني بذاكره بالضبط يعني. العتب هذا تقدر تقول اللي كتب الاسئله يا حسن. انتوا كذا تصعبونها يا محمد. امنيتي والله اني اخدمك واني اسهل عليك. ما عليه، بس لكن هذه طريقه الفقره. بس المساله يعني ما هي بتعقيد، هذا تعقيد ما هو ب... ممكن وجهه نظر انا احترمها حسن. والله محمد ما احترم وجهه نظرك، لكن انا باجابه في اي عام تخرج اخوك رائد وكم كان معدله؟ يعني انا معدل خلني اقول مو بالنسبه، اعطني مثلا تقديره. تقديرا يعني ممتاز، جيد جدا، ضعيف، الى اخره. ممتاز. وعطني متى في اي عام تخرج. حبيبي رائد ما ياخذ الممتاز، ولي الفخر اني اكون انا اخوه. يستاهل. افضل مني بكثير بمراحل كثيره والله العظيم. يستاهل. ولا اقولها مجامله. يستاهل. هو اصغر مني وانا قلتها امس وقبل امس تقريبا في خروج ابراهيم عواد الله يذكره بالخير حبيبنا. الله يذكره بالخير ونتمنى له التوفيق. امين يا رب. قلت اخوي رائد تعلمت منه الكثير وهو اصغر مني، وهو فعلا ممتاز مثل ما قلت لك. طيب اي عام؟ بين 35 الى 36. اعطني رقم يا حسن. طيب الان اذا كانت الاجابه الاولى صح والثانيه خطا مش يحتسب خطا عليك. طيب لما اجابه يا حسن عام؟ طيب دقيقه بس. حسن اتمنى انك تركز معي واتمنى من الشباب الهدوء التام طلبا وليس امرا عشان ما انحرج معكم يا شباب ولا مع الاعداد والاداره. المشكله في سنه هي بيني وبينه فماني بذاكرها بالضبط. ابي رقم يا 35 يا 36 صدقني ما تطلع على واحده. اختار واحد منها. هي 36 يا 35. طيب تختار واحد يا حسن او راح يحسب اجابه واحده اللي هي ممتاز وما ندري صح ولا خطا وبيحسبونها لك غلط لانك ما جاوبت الاجابتين. اعطني اجابه نهائيه الان يا حسن. طيب ممكن اشوف جنان بس؟ ما تقدر تشوف جنان. ما ابي اشوف رائد، رائد اللي عنده الاجابه. رائد وجنان كلهم. هذه على المخرج، المخرج عندنا اليوم معصب. لا اسعد ان شاء الله ما يعصب. الله يوفقك يا اسعد. طيب حسن تعطيني الاجابه؟ قبل ما يحسبونها خطا عليك. 36 التقدير ممتاز، نشوف مع الكنترول ان شاء الله صح. اجابه خاطئه يا حسن. 36 اجابه خاطئه يا حسن. حسن اجابه خاطئه يا حسن، ولا بيك تضايق. اذا ربي كاتب لك تقابلهم اليوم بتقابلهم. صغنونة هذه وش اسمها؟ حسن. حسن 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 جنان. جنان أبيك تقول لي من المواقف اللي مع جنان يا حسن. جنان آخر العنقود يا حسن. إيه. أبي موقف كذا ظريف يغير علينا الجو شوي. جنان أحلى مواقفي كلها مع جنان يعني. شوف ما شاء الله تبارك الله، اللي يشوف الوجه هذا ما يحزن. المشكلة تدري وش اللي خايف منه محمد؟ أنا بسلامتي يصير اللي يصير، بس أنا خايف على دموعها والله العظيم. أقسم بالله محمد. كلنا خايفين على دموعها محمد. وكلنا محمد والله العظيم. وأنا يمكن أكثر واحد يتأثر فيكم، يعني أنا اللي أعاني الضغط الكبير، والله والله أن أمنيتي أنكم تقابلونهم وأمنية كل واحد هنا، لكن هذه المسابقة وهذه طريقتها، وأنت إعلامي يا حسن ولا؟ وفاهم. الإعلام وطريقته.
تدري يا محمد ان اساسا يوم جيت هنا كانت معاي في المطار ايه والله العظيم ما كان عندي الجرأة ولا الشجاعة اني اصحيها واودعها واسلم عليها لانها عارف تبكي ولا اقدر اتحمل اني اشوف دموعها فما بالك اليوم انها توصل الى مكان اخوها وما تقدر تشوفه هو مثل ما قال ابو يقول شاعر يقول ما يغسل اللي يجيب الدموع الا الدموع لكن ان شاء الله انك تقابلها اليوم وندخل على السؤال الخامس يا حسن كم له سنة متوفي جدك من امك توفى في رمضان كم له سنة او اسف في العيد سنة انا ما حددت الوقت ابي اشوف له كم له سنة من يوم توفى جدك من امك المشكله محمد حتى الاجابات التقريبيه ما تاخذونها يعني على الاقل اجابه تقريبيه انا ما بقدر والله يا حسن هذا بيد الكنترول اللي ياخذون الاسئله الاجابه انت مثل ما شفت انا الاجابه ما ادري صح ولا خطا اشوف الاجابه معك في الشاشه تعذرني يا حسن تعطوني ما مويه هاي يا حسن لا فترة من يوم توفى يا حسن؟ تقريبا ست أو إلى سبع سنوات طيب تختار لي مو هذه المشكلة في تختار رقم 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 يا حسن شكرا شكرا حسن سبع سنوات سبع سنوات طيب حسن نشوف جناب بعد ونكمل الذكريات انا ما راح اقول لك الاجابه صح ولا خطا ولا راح اخلي الكنترول لان اسولف انا وياك شوي نسولف يا حسن وروني جنى جوابك صح يا حسن عشان جنى حسن جوابك صح حسن تسمعني يا حسن أسمعك محمد إجابة صحيحة يا حسن والله يوفقك السؤال السادس يا حسن خفوا علينا شوي محمد والله العظيم طيب خلنا نسولف خلنا نوقف شوي انا بنزل الورقه لا لا لا, أنا لا والله اني معجب في شخصيتك يا حسن ودي اسولف معك ليش شرف والله ابيك تسولف عن العائله تفاصيل وجودك مع اهلك عن عبد الله عن رائد والله يا محمد وللامانه والله العظيم اقسم بجلال الله الله يحاسبني عن الكلام اللي اقوله هذا كله انا أمتلك بيت وعائلة وأهل وإخوان أم وأب أقسم بآيات الله لو أحمد الله سبحانه وتعالى من اليوم إلى ما لا نهاية والله ما وفيهم الله يخليهم والله لك يا حسن وأبي موقف يعني كان يعتبر نقطة تحول حسن الدوسري في إيش بالضبط؟ مع أهلي يعني؟ يعني أبي موقف سبب نقطة تحول حسن الدوسري في مجرى حياته من شخص إلى شخص إذا عندك موقف في موقف سابق يعني مو قديم فيه الشخص مو من أهلي زميل أستاذ تقريبا مو ليس زميل أستاذ وإلى اليوم أنا أتشرف فيه كان ذاك الوقت يعني أحيانا بعض الأمور أنت ما تحسب لها حساب في فترة الصغر يعني وأنت صغير فما تحسب لبعض تصرفاتك ممكن هي صح ولكن ممكنها توديك إلى أمور ممكن لا تحمد عقبها مثلا على سبيل المثال ولكن هي في الأساس أساسها ما فيها شيء نقول إن شاء الله بس تبعاتها ممكن تكون شوي متعبة أو صعبة إذا تعمقت فيها طيب نقدر ندخل في الموقف تعلمنا بالتفاصيل أكثر الموقف هو كان سبب ممكن الشخص اللي قدامك كان سببه أستاذي أمسي عليه بالخير أحمد سعد الدوسري مسي عليك كلنا بالخير ما أكبر مني بكثير ولكن إلى اليوم إذا جيت أسلم على راسه مو بالكبر سنة بل القدر القدرة والمكانته بالنسبة يستاهل وكاد المعلم أن يكون رسوله يعني كم الأسئلة يا حسن توكل على الله
طيب السؤال السادس يا حسن، الحين انت جاوبت على اثنين يا حسن، كم تبقى لك تقريبا عشان تقابل اهلك؟ اربعة ولا بنشوف الحين وبعلمك. خلنا ندخل على السؤال، كم من سنة عملت الوالدة كمعلمة؟ الله يحفظها. من كم سنة؟ كم من سنة عملت الوالدة كمعلمة؟ 20 سنة. الله يطول بعمرها. كلام أخير أعتمدها؟ اللي أذكر أن 20 سنة. الله يطول بعمرها. 20 سنة. وما راح أعطيك إجابة الجواب هذا، لكني راح أعتمد الإجابة وبنتقل إلى السؤال رقم 7. طيب أبي أعرف الإجابة الآن. الإجابة عشان بس نكمل الأسئلة وعلم. طيب دقيقة بس، إذا الإجابة اعتمدناها يا حسن، في فرق أساس لا تقولي بعدين مثلا اللي هو قضية البنود ما البنود والأشياء هذه كلها، هذه شيء ثاني. كيف أنا لأن كانت على بند وما بند والكلام هذا كله. لا لا، أنا أبي كم كانت السنة السنوات اللي عملتها في التعليم. التعليم كم مدتها؟ إجابتك 20 سنة. 20 سنة. السؤال السابع يا حسن، كم مكث أخوك رائد أو مكث أخوك رائد في تدريس الابتدائي وبعدها انتقل للمتوسط والثانوي؟ كم بالضبط جلس يدرس هذه المرحلة؟ كم باقي له سؤال؟ كم سنة جلس رائد في يدرس الابتدائي؟ كم جلس أخوك رائد في تدريس مرحلة الابتدائي ثم انتقل للمتوسط والثانوي؟ هو ما درس ثانوي، درس من قبل، درس فترة فترة الابتدائي. كم الفترة اللي درسها؟ المشكلة الفترة الأخيرة ما متذكرها. ودرس سنة في أبريل. أنا أبي ودرس أبي تعطيني تقول لي سنة سنتين يوم، تعطيني الوقت بالتحديد. إجابة يا حسن؟ هي 3 أو 4، ماني متأكد بالضبط. إجابة يا حسن. حسن الوقت عشان ناخذ السؤال الثالث. 4 إيش؟ 4 سنوات. نعتمد 4 سنوات ونطلع للسؤال الثامن. طيب. كم ما راح أعطيك الإجابات الآن؟ طيب كيف؟ لأني أبيك تجاوب. تبين أعطيك الإجابات؟ عطني الإجابات. نعطي الإجابات يا كنترول. الكنترول يقول عندهم إجابة يتأكدون منها، يبون منها ثانية يعني شوي نرجع لهم. خلنا نأخذ السؤال الثامن يا حسن. ناخذ السؤال الثامن يا حسن. تفضل. كم مره الوالد والوالده ادوا العمره بعد زواجهم؟ كم مره الوالد والوالده ادوا العمره بعد زواجهم؟ طيب ممكن تساعدني في شيء واحد محمد؟ والله يا بعد راسي ودي اساعدكم كلكم، لكن هل هم زي بعض ولا يتابعني حتى انا؟ هل هم زي بعض بس ولا لا؟ بس هذا اللي بعد ما اقدر اقول شيء حسن، واتمنى انك تعذر. استغفر الله. كم مره الوالد والوالده ادوا العمره بعد زواجهم؟ حسن
حسنا طموحك تكون اعلامي في المستقبل او منشد او مقدم تلفزيوني؟ ها حسن؟ نعم. ابي طموحك في المستقبل وش راح يكون حسن الدوسري؟ هذا بعيد يعني، مو بسؤال، هذا سؤال شخصي لي انا للجمهور. الحين انا قاعد افكر في الاجابه والله يا محمد. اللي تبي اللي تبي، انا احاول اخذ الوقت بس عشان اتعذر واخذ لك وقت. الله يسعدك. نرجع للسؤال، كم مره الوالد والوالده ادوا العمره بعد زواجهم يا حسن؟ الاجابه يا حسن مره واحده. اعتمد الاجابه يا حسن. يا رب. راح اعتمد الاجابه ونشوف الاجابات يا كنترول، ولا ناخذ سؤال؟ ناخذ سؤال ولا نعتمد الاجابات وتعطونا الاجوبه؟ ناخذ سؤال ولا نعتمد الاجابات يا كنترول؟ كنترول اتوقع مشغول في تاكد من الاجابات يا حسن. حسن نرجع للسؤال اللي سالتك اياه قبل شوي، وش طموح حسن الدوسري؟ الاجابات مش موجوده يا محمد معك. بتيجي الاجابات يا حسن. بس هي ما هي معاك؟ كيف؟ ما هي معاك الاجابات؟ لا ما هي معي الاجابات، الاجابات عندك رول. معقول الكنترول الى الان ما يعرف الاجابات؟ حسن يقولون لازم اعطيك سؤال بعد قبل ما ناخذ الاجابات، لان الاجابات ما طلعت. اللي يقول لا من هو؟ تحطوا الكاميرا عليه له انتم يا شباب. الكاميرا على اللي يقول لا. اللي يقول لا، اللي يقول لا من هو؟ يا الربع من اللي فيكم يقول لا؟ ما اسمعكم. محمد ابي الاجابات الله لا يهينك. استاذ تركي. هلا ابوي. امرني بعد راسي. انا اقول علمونا الاجابات والله تفطرت قلوبنا. الله يطول عمرك يا تركي، لكن هذه اتوقع انا المسؤول عنها، واتمنى انك بس الاجابات موجوده يا محمد. وتشرفني يا حبيبي. انا مشرفك ومستمع، بس عاد خوينا قطع قلوبنا ويبي يشوفه هلا. الله يطول عمرك، وكلنا مشرفين بعض يا بعد راسي ويا هلا بك. حسن سؤال رقم 9، وش اكثر شيء يزعل امك منك؟ جوال، استخدام الجوال في السياره. نعتمد الاجابه. وسؤال رقم 10 والاخير يا حسن، من هو المعلم الذي كان زميل رايد بالجامعة فترة التطبيق والذي درس عبد الله؟ وصل السؤال يا حسن؟ من المعلم اللي كان زميل رايد درسه في فترة التطبيق؟ حسن حاول تركز معي يا حسن عشان تقدر تحل. اسمه سعيد. اسمه سعيد. اعتمد الإجابة يا حسن. حسن قول ان شاء الله. نعتمد الاجابه. حسن لو ما شفت اهلك وهم جايين من الدمام تقريبا او من الشرقيه، وش تقول لهم يا حسن؟ ولو شفتهم وش بتقول؟ باقي ما صوت الاجابات محمد. توصل الاجابات يا حسن. انت شكلك ما تبي تسولف معي اليوم، ما تبينا نسولف؟ مو عم ابي اسولف يا محمد، بس المشكله انا
الوقت اللي فقدتهم فيه كثير، انا ما طولت عنهم في حياتي كذا. صحيح اني اسافر واطلع كثير، بس ما اذكر اني بتعتني. طيب حسن، يا حسن، اليوم ايش تشوفها؟ ليله اجتماع ولقاء ولا ليله فراق يا حسن؟ يا رب الله، ما راح تجاوب يا حسن، يا رب الله يكتب لي. لكن انا اشوف انها باينه ليله فراق، وانت جاوبت الاسئله خاطئه يا حسن، وانا اعتذر منك، وانا اريد وانت تريد، والله يفعل ما يريد. انا اسف يا حسن. حسن انا خلوا صميم، والله ما ادري كم العمر بقايا العمر. حضرت في عيوني يا مال وجمال ونسيم، ومشيت في عيوني دموع ومواري جمر. كلمها لك، روح الإدارة. شوف 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 هم برصيدك، شوف برصيدك، شوف برصيدك، شوف برصيدك. جيت قلت لك يا حسن ترى بيشيلون ومطلع. تعال 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 برصيدك قبل ما يروح. برنامج يا حسن، تعال 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 تعال. إذا بتطلع برصيدك عادي حسن، اطلع برصيدك وشوف ما عليك. تخرب الدعوة حسن، حسن حد ادفع حسن، خلنا 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 حسن، تاك فنزل تاك فنزل حسن جانب ذاك حسن، خلاص تعال قو قو عزوه كده من قوة إن شاء الله. لا لا تكفي قال عادك عادك ما تشوف. حسن خلاص خلاص عيال خلوا حسن، راح كلم الإدارة، كلم الإدارة احنا واقفين هنا. إذا شفناهم بالنادي بشوفهم. طيب أبى أشوفهم ولا أشوفهم بس من اي بوابه اطلعهم؟ السياره شنو كامري؟ ما يندي الكامري حق اخوك ولا سواق؟ سواق سواق حق اخوك ولا سواق؟ علمني شيء ذا حق اخوك. فين حق اخوك؟ كان القناه جايبته. والله العظيم يا الله العظيم غلط غلط غلط، اقسم بالله يا جماعه اللي قاعد يصير غلط. حسن 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 اي بالله. اهم شيء انك شفتهم عندك قريبين وبخير، واهم شيء انهم قربوا عندك. بس هذا تبي تطلع حسن راح الاداره يقعدون اهلك اللي في الرياض. اطلع اطلع لو ساعه في اليوم ولا ساعتين بس والاداره يبغون بس شوفهم معك. حسن يلا جمع حسن
الرصيد في الحريق. خلوا حكنا الحريق. خلوا على راحته يا جماعه، خلوا لا احد يضايقه. خلوا راح 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 صوب دارك اللي ما على حسن. اهم شيء انك شفتهم طيبين وبخير. هذه ما هو يا حظ عيني حظ عين اليتيم، انا عيوني من الامال جاها ضمر، احس بالحي تلاقى وقلبه رحيم، ولكن الحي ما خلى لوصله ممر الى متى اسمع قلبي، هل تقدر تطلع لهم طال عمرك؟ تطلع لهم نقاطك زين؟ ما عليك الامور طيبه، بس اسمع الاداء. ادخل ادخل بعدادك زين؟ مع بعدادك وروح للاداء زين يا عيني. يلا يلا روح. اهم شيء اهم شيء انك شفتهم طيبين بخير وكانوا قريبين من عندك، بس راح اكلم الاداره. دموع ومواري جمر عيال خلوه الرجال يبي يطلع بيطلع. الله كيانك نجم بايدين الله، والله انك كيانك نجم والله. قبل امك نجم ماخذ مركز ومبيض وجيه الحبيب. بس راح يبقى بس مشيت في عيوني
جامور. يا ها شرط معك شرط حياتك افتخروا في حسن افتخروا في حسن افتخروا وحسن يحبك حياتك حياتك هذا كم 23 23 Oh.